اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله أصحابه أجمعين. السلام عليكم، عاملين ايه؟ ربنا يحفظكم جميعا يا رب. النهارده هعمل شوية سجق بالخضروات، طريقة سهلة وسريعة، كله بيحب في الشتا دي الطريقة ايه السريعة. ثانية واحدة كده لما ادوق. الله والله جميل جدا، يستاهل بقكم. ده السجق. كان دي بقى شوية سلطة زي ما تحبي بقى، السلطة اللي انت ايه عايزاها. ده بقدونس على كرفس، انا بحب اقطفه. تمام، على جزر، على خيار، كل مقشر، كله حلو جميل. يلا بينا بقى نشوف كده هنعمله ازاي مع بعض.